أربعة شهداء من بينهم ثلاثة أمنيين في عملية إرهابية جدت صباح اليوم بولاية جندوبة. وزارة الداخلية تتعرف على هويات الإرهابيين وترجح وجود إرهابيين جزائريين في الأحداث الأخيرة بولاية جندوبة. تجدد القصف بجبلي الشعامبي وسلوم من ولاية القصرين إثر رصد تحركات مشبوهة. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، مرحبا. عملية إرهابية جديدة تضرب تونس وتحديدا ولاية جندوبة. استشهاد ثلاثة أمنيين ومدني. ففي فجر اليوم وتحديدا الساعة الواحدة صباحا اعترضت عناصر إرهابية في مرحلة أولى سيارة مدنية وأطلقوا وابلا من الرصاص على راكبيها الثلاثة، ما أسفر عن استشهاد عون من السجون والإصلاح ومواطن وجرح ملازم أول بالحماية المدنية، تم نقله لاحقا إلى المستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. إثر هذا الهجوم الإرهابي حلت بالمكان سيارة حرس وطني تابعة لمركز بلاريجة، فبادرها الإرهابيون بوابل من الرصاص، ما أسفر عن استشهاد عوني حرس وطني. هذه العملية الإرهابية خلفت حالة من الهلع لدى متساكني ولاية جندوبة الذين توافدوا على المستشفى الجهوي بالجهة. بخضر الحاجي وأكثر تفاصيل. هنا في هذا المكان بين منطقة الزوبية بولاية جندوبة، هنا في هذا المكان استشهد ثلاثة أمنيين ومواطن وجرح أربعة آخرين. بعد منتصف الليل بقليل سمعت أصوات الرصاص الغادرة. 12 ودرج بالضبط، طاف طاف طليت قبلني كلام مش خبق حاجة قلت له بالحلوف هذا اللي سمعت. خمسة عناصر إرهابية بزي عسكري اغتالت في الظلام أربعة أبطال تونسيين واختفت عن الأنظار. قوات الجيش الوطني بعتادها تجوب المنطقة بحثا عنهم. الأمنيون مستهدفون واتهامات إلى الحكومة السابقة بالتغطية على انتشار الإرهاب. حاجة جديدة هي الدولة والحكومة اللي فاتت هي كانت هي تحمي في الإرهاب. هنا قاعد احنا نخلصوا في الطريفه بين بالكشف اللي الامنيين هم الوطنيين، ما ثماش حتى وطنيين كيما الامنيين، والغدو بعد غدو باش نواصلوا نخدموا على ارواح. في مستشفى ولايه جندوبه حاله من الهستيريا ودموع الثكالى تدمي القلوب وتساؤلات عن مصير مدنيين ابرياء كانوا ولا زالوا ضحيه تبييض الارهاب. ان الامن حافظين تونس كامل، الامن ولادنا راه ما جوناش عدو، الامن من الناس الطيبه اللي فاز يقول نرقدوا في الامان، اللي في السبيطار في الامان، والفرمليه في الامان، والمدير في الامان، من جره الامن، الامن نحن مع الامن، الامن ولادنا. العميد خويا العميد خويا هاي واش عندي ما نقول رجعنا سكوا، واش عندي ما نقول تونس وفتنا. هل يأتي خوي ميت؟ هل يأتي؟ هل يأتي رو خوي ميت؟ هل يأتي؟ هل يأتي؟ أنت ونحن وكل الشعب التونسي اهتز لعملية غدر جديدة. دماء الشهادة تركت حذاء في وجه كل المتساهلين مع الإرهاب. كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن الإرهابيين الذين قاموا بالعملية الأخيرة في ولاية جندوبة هم خمسة عناصر، ثلاثة منهم تونسيين تم التعرف على هوياتهم واثنين آخرين يرجح أن يكونا جزائريين. العروي أكد من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أن العمل سار للكشف عن ملابسات الأحداث الإرهابية التي راح ضحيتها صباح اليوم أربعة أشخاص من بينهم عوني أمن. هذا وقال العروي أن الأمنيين عازمين على مواصلة الطريق لاستئصال الإرهاب من تونس. في تصريح له وصف الملازم الأول بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة صلاح الحمزاوي المصاب في الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولاية صباح اليوم الإرهابيين بالجبناء، وأكد أن لا شيء يثني الأمنيين عن مكافحة الإرهاب وتوفير الحماية للتونسيين. عون الأمن المصاب أكد عودته للعمل والقضاء على الإرهابيين فور شفائه. العملية هذه عملية جبانة قاموا بها كمسة معروفين، فهمتني، حبوا يدخلونا حاجة جديدة في البلاد ونحن معناها رو ما تزيدنا إلا عزيم وإصرار، فهمتني. أنا وبقية زملائي معناها باش نبقوا نخدموا في الخدمة هذه، وأنا ها باش نداوي روحي ونزيد نعاود نخرج ونفس الشيء، معناها مانيش باش نبقى في البيرو، راني ديما نخدم. احنا وراهم وبحول الله
وعزيمتنا عزيمه فولاذيه باش نقاوموا هالظاهره هذه وما نسبش اما نطلب حوايج بركه من مكونات المجتمع المدني باش يعاونونا باش يعاونونا فهمتني ويفهموا ويضامنوا معانا خاطر ما غيرهم هما ما نجموش نخدموا نحن ما نجموش نحاربوا هالافه هذه وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. لاباس لاباس ان شاء الله لاباس. في سقايا الزوز. قصفت وحدات الجيش ليلة البارحة جبل السلوم بولاية القصرين إثر رصد تحركات مشبوهة تحديدا على الجهة المطلة على معتمدية حسي الفريد. عملية القصف التي تواصلت إلى صباح اليوم استعملت فيها طائرات حربية نوع F5، كما شملت عملية القصف أيضا جبل الشعامبي باستعمال المدفعية الثقيلة والطائرات. لأول مرة تقصف وحدات الجيش الوطني جبل السلوم بولاية القصرين باستعمال طائرة حربية من نوع F5 بعد أن رصدت وحدات الجيش تحركات لعناصر إرهابية هناك وتحديدا في الجهة المطلة على معتمدية حسي الفريد. القصف كان عنيفا بدأ ليلة البارحة ليتواصل إلى حدود صباح اليوم وذلك بالتوازي مع قصف جبل الشعامبية بريا باستعمال المدفعية الثقيلة. مجهودات كبيرة يبذلها رجال الأمن والجيش الوطني للقضاء على بؤر الإرهاب في تونس بتقنيات ومعدات محدودة، وجب على السلطة العليا أن تلتفت إلى كل من وزارة الداخلية والدفاع بتجهيزها بمعدات تكون قادرة على جث الإرهاب من تونس أمام تواصل تضحيات وحدات الأمن بخيرة رجالها وآخرها ما حدث في ولاية جندوبة. ومن جهة أخرى فتحت وحدات الأمن تحقيقا بعد أن وردت عليها معلومات حول قيام 4 عناصر ملتحين بالتسلل إلى مقبرة في معتمدية سبيطلة وتدنيس أضرحتها بمحو أسماء الأضرحة والآيات القرآنية باستعمال مادة الجبس حسب ما رواه شهود عيان. تظافر المجهودات الأمنية والعسكرية من أجل جث الإرهاب من تونس بمعدات بسيطة وإمكانيات محدودة. أكد العميد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع في مكالمة هاتفية لقناة الحوار التونسي أن قوات الأمن والحرس الوطني بمنطقة منزل جميل من ولاية بنزرت دهمت منزلا معدا للبناء قرب معهد ثانوي بالجهة يشتبه اختفاء مسلحين بداخله ولم يتم العثور على أي شيء، كما قال أن عمليات التفتيش ما زالت متواصلة. هو لم يتم لا العثور على مسلحين او القبض على افراد مشتبه فيهم، هي مجرد معلومه وصلت فتم التثبت فيها بالتحول على عين المكان وتفتيشه، فلم يتم لا القاء القبض ولا على عثور على اي شيء مشبوه، والعمليه عمليه التثبت في الدوائر نتاع المعهد وفي مدينه منزل جميل من طرف دوريات مشتركه ما زالت متواصله. في ولاية القصرين يحاول المجتمع المدني التوعية بمدى خطورة الإرهاب وكيفية التصدي له. اليوم نظمت جمعية منتدى الشباب للثقافة والمواطنة حوارا حول الإرهاب، أكد خلاله الجميع أن مكافحة الإرهاب تنطلق من تقديم الدعم المادي والمعنوي لقوات الأمن. نظمت جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة مائدة مستديرة تحت عنوان الإرهاب شك أم يقين بحضور ثلة من شباب الجهة وممثلين عن عدد من الجمعيات. الهدف الرئيسي متاعنا هو الرؤية الجديدة بعد التطورات الأخيرة اللي صارت على ظاهرة الإرهاب في ولاية القصرين، رؤية جديدة للظاهرة هذه هسك اللي هي شك أم يقين، توصلنا أن هي أصبحت يقين، كيفاش نتصدوا لها؟ كيفاش نكافحوا ضد الظاهرة هذه في ولاية القصرين وعلى في تونس خاصة. وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مسألة تحييد المساجد عن كل ما هو سياسي والتزامها بدورها الديني، وذلك باستضافة رئيس جمعية أئمة المساجد فرع القصرين الشيخ محفوظ بن درعا. وأنا كشخصي ضد مفهوم أئمة المساجد أو ضد مفهوم تحييد المساجد، بمعنى تحييد المساجد عن دورها الأساس، ولكن إن وضعنا كلمة تحييد المساجد عن التفاعل أو التعامل الحزبي فنحن فيه بإذن الله السميع العليم. المساجد لا يجب أن تحيد عن عملها الطبيعي وعن عملها الصحيح اللي هو إعلام الناس وتعليم الناس وتثقيف الناس، فقد نزلت أول آية في الكتاب الكريم اقرأ،
نحن في المساجد يجب أن نعلم الناس القراءة والكتابة، مش الناس أمية وجتنا باش تتعلم، ولكن أن نعلمهم معنى الدين الصحيح، معنى التسامح والسماحة. وعن سؤالنا حول وجود بعض المساجد في ولاية القصرين تحث الشباب على الجهاد والخروج إلى جبل الشعامبية، أجابنا رئيس جمعية أئمة المساجد بما يلي: بالنسبة للقصرين ما ثماش، ثم بعض المساجد في مدينة تصبيطلة، هذا بالإحصاء من طرف الوزارة، ولكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نحن كي يبدأ واحد عنده صبع خامر يداوي، حاول أنه يداويه، مش يحاول أنه يقصه. نصلحوا المساجد هذه، مش نجو نصدروا فتوى أو قرار أو قانون من أجل أقلية نعممه على الأغلبية. جملة من الاقتراحات والآراء تقدم بها الحضور لمجابهة ظاهرة الإرهاب في تونس والتصدي لها. نعتقد أنه أولا حملات التحسيس اللي احنا اليوم نحضر معناها في ندوة تحسيسية حول هذه الظاهرة، الحملات التحسيسية كما قلنا، ودور المؤسسة التربوية، دور كذلك المساجد في ترشيد الوعي متاع الناس اللي ترتاد المساجد، دور الإعلام أيضا في 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 التوعية. كنا نشوف أنه دعم الدولة وخاصة الحكومة في دعم الأمنيين والعسكريين بالأسلحة المتطورة والاستراتيجيات المتطورة هي أكثر حاجة ممكن نجم نقاوم بها الإرهاب، بحكم أنه مازال صغير الإرهاب، ما كبرش في تونس، يعني داخل جديد نجمه نبيدوه توا، نجمه نكسروا له شوكته. حاجة أخرى الاستعانة بتجارب الدول الشقيقة، مثلا الجزائر اللي تقاوم في الظاهرة هذه تقريبا من عام 90، نتصور التجربة الجزائرية نجحت في مقاومة الإرهاب. لازمنا نكون نوقفوا مع بعضنا، لازمنا نكون يد واحدة ونحاولوا نفهموا الوضع توا اللي البلاد داخلة بعضها شوي نفهموا معناها، نفهموا البلاد داخلة بعضها، وكل واحد من البوست نتاعه يقوم بواجبه. نما الإرهاب يوما بعد يوم وبدأ يأخذ شكلا جديدا من حيث العمليات الإرهابية، وآخرها ما حدث في ولاية جندوبة. لذلك وجب على كل أطياف المجتمع التكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. اتهم الحزب الجمهوري حزب نداء تونس بالسيطرة على المعارضة ومحاولة إضعافها وتوظيف جبهة الإنقاذ لخدمة أجنداته، وأعلن الحزب الجمهوري عن مقاطعته للمسيرة الشعبية التي أعلنت عنها جبهة الإنقاذ تحت عنوان شكرا اعتصام الرحيل، احتفاء بالانتهاء من كتابة الدستور. عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري قال إن تاريخ 2 مارس يخفي تحركات الدساتيرة والدعاية لمؤتمرهم القادم. براء أحد الأطراف اللي هو حزب نداء تونس يفتي ويبرر ويحدد من يحضر ومن يدعو وتموقع كل طرف في جبهة الإنقاذ، احنا لا نرى أن حزب حركة نداء تونس هو من يحدد موقف ولا موقع الحزب الجمهوري في جبهة الإنقاذ الوطني، ونعتبر أن هذه محاولة لإضعاف المعارضة، قصد الهيمنة على المشهد المعارض وتوظيف جبهة الإنقاذ لخدمة أهداف حزبية وأجندة سياسية. احنا على كل عندنا تساؤل حول التاريخ اللي حدد، حتى هذا التاريخ احنا بالنسبة لنا يوم غرة مارس وليلة 2 مارس هناك حزب يحضر إلى تحركات كبيرة احتفاء بمؤتمر الحزب الدستوري. إن شاء الله جبهة الإنقاذ لا تعمل وفق أجندة أحد أطرافها وتعمل بأجندة متخصصة، احنا لا نشارك في تحرك لم نقرر. مؤشرات اقتصادية تنبئ ببوادر انفراج الأزمة الاقتصادية بالبلاد. محافظ البنك المركزي شادلي العياري أكد أن تعافي الاقتصاد التونسي يتطلب وقتا وإصلاحات جذرية. نبيها الطرابلسي والورقة الاقتصادية التالية. مؤشرات اقتصادية وأرقام صرح بها مختصون تعكس بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية بالبلاد، خاصة مع ارتفاع قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملة الأجنبية. الآن دينارنا بحول الله يعني في مستوى أرقى من ذي قبل، ولا دينار معتبر حتى نشوف، ومازال يتحسن. احنا سعر الدولار حسب قانون مالي لسنة 2014 مبرمج الدينار 670، في أوائل سنة 2014 تجاوز وصل حتى 75 و 78، اليوم معناها في حدود دينار و 600 وما باش نهبطوا أقل حتى من دينار و 600. هذا مؤشر إيجابي بالنسبة لارتفاع قيمة الدينار معناها بالمقارنة مع العملة الأجنبية. اثنين، عن الاحتياطي من العملة الصعبة اللي في وقت ملوقات هبطنا لما يقارب 94 يوم
وكنا وقتها متخوفين برش. اليوم رجعنا 104 وفي المدة الأخيرة الأيامات الأخيرة وصلنا توا الاحتياطي من العملة صعبة ما يقارب 108 يوم توريد. الوضع الاقتصادي في تحسن لكن يتطلب العديد من الإصلاحات في شتى المجالات منها القطاع البنكي والنظام التربوي، هذا ما أكده محافظ البنك المركزي شادل العياري، إصلاحات قد تستغرق وقتا طويلا حسب رأيه. باش تصلح النظام التربوي نتاعك، الادوكاسيون، النظام الانتاج، الميزانيه نتاعك، الاصلاح هذا يعني مش قران. القطاع البنكي يولي يكون قطاع بنكي يتغير منفتح على التمويل للقطاع الصغيره. نحن في حاجه اكيده الى التغيير، احنا يلزمنا وقت. الشيء اللي طالبيننا باش يعملوه في عام، احنا نقولوا ماذا بينا عامين. الافاق في اعتقادي الان يعني افضل 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 بكثير مما كانت عليه. 300 مليون يورو هي قيمة القرض الذي ستتحصل عليه تونس من قبل البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة، والذي قد يمكن حسب آراء الخبراء من إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية التي تعصف بها إذا تم توظيفه بطريقة إيجابية. الاتحاد الأوروبي سمعت في جرائد صحيح 300 مليون يورو، هذا وقع نقاشه من عم ناول مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا، لكن جمد لأسباب معروفة. وقتها كان فماش حكومة والوضع السياسي كان ماهوش واضح ووضع الأمني ما كانش واضح. الآن كي توضح الوضع السياسي والوضع الأمني عاود تحركت هذا، وأدوا أكدوا بالقرض لتونس 300 مليون يورو إن شاء الله الأشهر القادمة هذه سينجز هذا القرض. نواصل وناخذ هالقروض هذه على شرط نعرفوا كيفاش نوظفوها ونعرفوا كيفاش نستعملوها باش نخرجوا تونس من الأزمة الحادة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي هي موجودة فيه. المواطنون من جهتهم اختلفت آراؤهم بين من يحمل انطباعا إيجابيا حول تحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد وآخر يرى عكس ذلك. فما بوادر انفراج و دوسمون معناتها ماهيش بالطريقة المنتظرة. بالنسبة للوقت الحاضر ما تحسن حتى شيء، كل شيء قاعد كما هو. نجم نقولوا 5% خير من قبل. 50% تحسن و 50% مازال ما تحسنش. علاش؟ لخاطر لا مازالت الأسعار غالية. الوضع الاقتصادي باش يتحسن بشوية بشوية، أما يلزم وقت، فهمتني؟ مش في ظرف عام باش نتحسنوا. نظرة مستقبلية تفاؤلية عبر عنها التونسيون حيال الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي يأخذ منحا إيجابيا حسب المختصين. أكد فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحوض المنجمي أن ظاهرة الإدمان قد انتشرت بسرعة في الفترة الأخيرة، وأرجع المشاركون في الحملة التي أطلقها المنتدى بالتعاون مع شبكة الشباب البديل وبعض المؤسسات التربوية بالرديف الظاهرة إلى غياب الرقابة والتشريعات القانونية الصارمة. لا للإدمان، شعار رفعه أبناء رديف اليوم في تظاهرة تحسيسية دقت ناقوس الخطر لتعلن تفشي هذه الظاهرة خصوصا بالوسط المدرسي، متخذة أشكالا ووسائل جديدة لاقت رواجا لدى الشباب. الحوض المنجمي كسائر معناها مناطق الجمهورية قاعد تفشى فيها الظاهرة هذه، ونشوفوا فيها بالعين المجردة في الوضوح معناها قاعد الدور الزطلة بشكل فظيع منها في الشارع على مرأة ومسمع من الجميع. إذن هنا لابد أن يتدخل المجتمع بكامل فئاته وشرائحه من أجل مجابهة هذه الظاهرة لأنها تفاقمت أحبابنا أو كرهنا بعد الثورة. بين حب التجربة والاطلاع والإغراء وغياب رقابة الآباء إضافة إلى صعوبة الظروف الاجتماعية لدى بعض العائلات، هكذا تحدث الأطفال في توصيفهم لأسباب هذه الظاهرة. الحالة الاجتماعية تاع الوالدين معناها كذروا منحرفين على الأبناء ولا حاجة، تشرد الأطفال تدخل في عالم آخر التدخين، ومعناها صاي معناها مدمن ما تنجمش معناها كي تبعد معناها حتى واحد كي تحسه تعرف معناها كي تشوفه مدمن تحسه، فهمت؟ أما عقليات تظن أن التدخين هو ممارسة للرجولة وإثبات للذات، التدخين يكون بالنسبة لهم كأنه إثبات
الذكاء والثراء والتميز. آخر إحصائيات الطب المدرسي كشفت تزايدا في نسق الإدمان، حيث بلغ معدله 15% بالنسبة للتدخين و20% بالنسبة للكحول و3% بالنسبة لمادة القنب الهندي أو ما يعرف بالزتلة، في غياب قوانين خاصة بالإدمان في الوسط المدرسي وغياب الوقاية والتوعية أحيانا. عندنا نحن قوانين تشريعية لكن تفعيلها في الوسط المدرسي ما يوقعش، ما وقعش. لعلاش؟ لأن هناك تجاهل تام من الإطار التربوي ومن الإطار الإداري. يجب على الإطار التربوي أن يأخذ المسؤولية هذه بشيء من الفاعلية. اشترى التلامذة أكثر من 45% أنه ولا بد عندهم يا يقتدوا بالعائلة بالوسط التربوي أو بالوسط الأسري. تحسيس أكثر شيء، خاطر ما ثم حتى حاجة نصور باش يعملوها أكثر من هيك. التحسيس ديما التوعية. وحيال هذه الأرقام تبقى هذه الظاهرة خطرا حقيقيا قد يهدد المجتمع في أي لحظة. الرقعة هذه متاع الإدمان اللي هي أرضية زلقة، كل من يقع يحاول جذب الكثير يعني ممن حوله، ستصبح يعني كل إذا لم نضع حد لهذه الظاهرة ستصبح ظاهرة اجتماعية. بدل التقدم سنتأخر، نرجع الوراء. تظل مكافحة الإدمان خيارا وطنيا تحرص مكونات المجتمع المدني على الانخراط فيه، لكن غياب الرقابة خصوصا في مثل هذه المناطق الحدودية قد يجعلها تتزايد يوما بعد يوم. طالب المشاركون اليوم في منبر حواري بدار الثقافة ساقيت الدير التابعة لولاية صفاقس باتخاذ إجراءات عاجلة بعد ارتفاع منسوب المائدة المائية بمعتمدية ساقيت الدائر. منبر الحوار الذي حضره عدد من المختصين تناول المخاطر التي تهدد شمال صفاقس بالغرق نظرا لارتفاع منسوب المائدة المائية بسبب ضعف الربط بشبكات التطهير وتنامي ظاهرة البناء العشوائية وغياب دراسات جدية قبل الشروع في البناء وإنجاز التجمعات السكنية. هو المشكلة هذه أصبح قضية رأي عام، يعني العباد تعرف انت كيفاش وصلت عملة الديار متاحها. اليوم الديار قاعدة قايلة للسقوط في الوضعية هذه بفعل التحرك هذا متاع الرمال اللي تحت الديار على حسب ما بينونا الخبراء. ما الاشكال انه ولا الماء فوق الناب وفوق حتى الارضية الموجودة غاديك، ولا المواطن ما عادش منجم سواء يجبد هو باللي بومب ويخرج في الماء ما يرجع له كل مترة، حتى اذا كانت ما هيش يعني بمليمترات كبيرة تشكل نفس المشكل. ضرورة تعبيد وترصيف متعبيد الزنق والواحد. ثاني حاجة في رفض الرخص ولا غيره في المجاري الأودية ولا البناء الفوضي اللي تعيق السيلان الطبيعي المياه. ثم متى بالنسبة للجماعات المحلية كل معالجة القناة لدي قناة الدياش اي واد الزيت، وبالنسبة لديوان تطهير هي تعميم شبكة التطهير. نهاية النشرة وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 4 شهداء من بينهم 3 أمنيين في عملية إرهابية جدت صباح اليوم بولاية جندوبة. وزارة الداخلية تتعرف على هويات الإرهابيين وترجح وجود إرهابيين جزائريين في الأحداث الأخيرة بولاية جندوبة. تجدد القصف بجبلي الشعامبي وسلوم من ولاية القصرين إثر رصد تحركات مشبوهة. شكرا وإلى اللقاء.